اي ولا بلوبر. مش راضي يبص. ايه؟ ولا حبيبي حبيبي نعم سلامتك يا عم، معلش اصل السيسايه صغير عايزين قاروص، نوع من انواع القاروص بنقول عليه سيسي وهو صغير كده. صباحكم فل، احمد عبد الجواد جاي من الجيش وهيوريكم الشفش والحرافيش. صباح العسل يا جدعان. صباح الفل يا حبيبي، زي العسل ان شاء الله. احلى صياد والله في الدنيا. احلى صباح مع ابويا ان شاء الله، ربنا يزورنا النهارده يا جماعه احنا ان شاء الله. ان شاء الله الصياد ده 10 على 10 اقسم بالله يا جماعه. بص يا جماعه، احنا هنطعم ابو جراب. انا كنت مطعم من ديلو، فاحمد قال لي المفروض التطعيمه التطعيمه من دماغه. تمام، دماغ ابو جراب اهي، بتشكها كده من دماغها. تمام، بتزقها اهي في السناره بتاعتك كده، بس كده سيب ديلها بقى. تمام، يلا الله يسهل لنا الحال يا رب. بص يا جماعه، بصراحه انا كنت من طعم من الديل، كانت الطعميه بتتقطع مني. سبحان الله، لما اتشكت من دماغها فضلت الطعميه في الصنار من غير ما تتقطع وتنزل الميه وتطلع سليمه. فوق سوى كل علم عليم، طول ما احنا عايشين بنتعلم. تحياتي ليكم. يا رب يا كريم، انا بوصلك ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم.